مصطفى الحداوي كيف ما قال سفيان قبيله انه كان هذا المنتخب ديال مصطفى ووليداته، ان مصطفى الحداوي يعني واخا ما كاينش هذه البطوله راه مستفد من هذه الوضعيه ديال انه عنده منتخب ديال كره القدم الشاطئيه وصالير كيدوز في الاخر ديال الشهر. يعني هذا الوضع هذا بالنسبه ليه مزيان في المنتخب. بالنسبه لي انا ما عنديش عقد مع المنتخب الوطني المغربي كجميع الاطور جميع المدربين ديال المنتخبات، ما عندي لا شهريه ما عندي اي حاجه الا ملي تندخلوا تربوس ملي تياخذوا اللعابه لي زانديمينيتي ديالهم تانا تناخذ لي زانديمينيتي فاكاتير بحال مجيد الخال بحال بريد. ما عندكمش كونطرا؟ لا انا با دو كونطرا، وهذا اللي تيقولوا تيدرك ورا داكشي. وكان واحد النهار داروا لا ليست ديال هذا وداروا السميه ديالي، وداك اللي لحف هذا كتبت ليه لتحت انا راه ما كاينش في هذه اللائحه وخاصني نكون فيها على العمل اللي تنقوم به، وانا رغم هذا الشيء وما عنديش هذا وهذا السالير. دابا تناخذ انا فايت الدراري بقله قليله ملي تيدخلوا في الاخير الاسبوع تناخذوا كمدربين كلاعبين دي فاكاتير انا با جي با كونطرا. يعني بهذه العباره هذه نقولوا مدرب مناسباتي، يعني الوقت اللي كيكون تجمع راه كيعيطوا لك. هذا الشيء اللي كاين، ولكن تنقوم بالعمل ديالي بحال عندي كونطرا باسكو سي ام باسيون باسكو انا محترف في العقليه ديالي. وهذاك الشيء تنقول لك داك الفشل ما غاديش يهود ليا اسمو. يمكن لا قالوا لي خلي هذا الشيء وزاد الرئيس قال لك لا ما هذا من الرئيس مساند وهذاك الشيء يلقاو الصيغه باش غادي نشوف جي دوموندي باش تركتيفيا الامور. ناصر لارغيت هو طلب من الرئيس ملي جا هو خدات زمام الامور باش المدربين المنتخب الوطني اللي عنده مهمه ديالو كمدرب وطني هذا يكون عنده عقد عنده برنامج عنده اهداف كونتروندي اهداف كما قلتي الفاشله جي شنو كاين سافا با هذه النتائج ما كايناش وهذه انا ما مضركش وراتي باسكو جو برون با لانه باش نجيك صريح السي مصطفى اول مره غادي نعرف من عندك انه يعني راه المدرب ديال كره القدم الشاطئيه ولا المساعدين ما عندهمش كونطرا. لا ما كايناش ما وهذا اخطر من الاول ما عمرها كانت وما كايناش بوركوا جو في مكاشي مزيان ملي جبتي هذا لان كاينين بزاف تيتكلموا على هاد الحوايج. اصوات الاذاعه اللي كتفهمني وتفيدني.